أنا الدكتور أسامة العقيلي، أستاذ مساعد في قسم هندسة أنظمة الروبوتات الذكية في الجامعة الأمريكية في مادبا. اليوم راح أعرفكم على تخصص هندسة أنظمة الروبوتات الذكية. في هالتخصص هذا راعينا ما بين الجوانب النظرية والجوانب العملية، وصار في عندنا الكثير من الكورسات العملية بالإضافة للهاندزون اكسبيرينس اللي بيحتاجها الطالب عشان يؤدي وظائفه في المستقبل. طبعا خطتنا بتأهل الطالب انه يكون يقدم في البوزيشنز المحلية اللوكال ماركت وفي الانترناشنال ماركت لانه موافق عليها من الجامعات الامريكية. كمجالات العمل المتوفرة لطلابنا وخريجينا، اذا كنت انت حاب انك تكون باحث في مجال الذكاء الصناعي او الروبوتات، احنا بنأهلك عشان تكون باحث. اذا كنت حاب تشتغل في مجال الذكاء الصناعي، انت في عندنا توأمة مع قسم الذكاء الصناعي في الجامعة، وبالتالي انت راح تحصل على مجموعة من الكورسات أو راح تأخذ مجموعة من الكورسات اللي راح تأهلك إنك تشتغل في مجال الذكاء الصناعي. برضو إذا كنت حاب تشتغل في أنظمة التحكم والروبوتك سيستمز، برضو أنت بتحصل على الكثير من الكورسات العملية اللي بتأهلك عشان تكون في هذا المجال.